برونتور داكشي ديال التلفاز دونك نبدا بلاتي اسمح لي يلا كون كون تو فودرا تنشكركم على الاستضافه ديالكم لهذا البرنامج الشيق اللي تنتمنى ان نبسط بعض المواضيع اللي بالنسبه للاختصاص ديالي اللي هو طبيب التبنيج تلاحظ بانه عامه الناس يمكن ما بعض المسائل ما موضحاش لهم بزاف لا سيما ان جميع الناس التي قاموا بعمليات جراحيه تنساو هاد الاختصاص بانه ضروري ومؤكد قبل اي عمليه جراحيه حنايا تنعرفوا بانه البنج يقدر يكون موضعي يقدر يكون عام ولكن خاصنا ناكدوا لا سيما على الضروره ديال تقييم الخطر ديال البنج اش خطير ولا لا دونك الخدمه ديالنا هي نشوفوا نقيموا الخطر ديال العمليه وخاصنا نعزلوا واحد الطريقه ديال البنج اما تتكون بنج عام ولا بنج موضعي وتنفكروا في العلاج ديال الالم من بعد العمليه هذا الشيء خصو يدار على الاقل 48 ساعه قبل من العمليه خاص نفسروا للمريض واللي مهم بزاف هو خاصنا نطمئنوا للمريض ونفسروا ليه جميع المراحل اللي غيدوز منها المريض ونجاوبوا على بعض الاسئله كاين شي اسئله كاع الناس عندهم الاسئله اللي تدور لهم في راسهم تيقولوا واش انا غنفيق من البنج واش اول مره غنتبناج اش غيطرى ليا العمل ديالنا في هاد لا تسمى لا كونسلطاسيون بخانيستيزيك لان تنفسروا للمريض تنقول له اش غيطرى ليك وهذا ونجاوبوا كاع الاسئله اللي تيطرحوا ليه هذه علاش مهمه هاد لا كونسلطاسيون بخانيستيزيك لان اتضح بعض الابحاث في اوروبا اكتشفوا بانه منين هاد الفحص ولا اجباري لاحظوا بانه على مده ديال 20 سنه تقلصات المشاكل في قاعه العمليات بعشرات المرات وهذه نتيجه هائله وتنتمناو حتى هاد النتائج يكونوا عندنا في بلادنا ان شاء الله اللي خاصكم تعرفوا عاوتاني بالنسبه لهذا الشيء ديال الفحص قبل العلاج هو خاص الطبيب يفحص المريض ومنين يفحص المريض خاصو يكون في واحد القاعه تكون بهدوء ويكون يسول بعض الاسئله باش يسول المريض اش عنده شي مرض مزمن اش عنده بعض الامراض مثلا امراض القلب ولا اش متبع على التونسيون اش متبع على السكر ضروري خاص تكون الابتسامه عند الطبيب والطمانه ديال المريض ونسولو اش ياخذ بعض الادويه كاين شي ادويه اللي خاصنا نحبسو قبل من العمليه الجراحيه ولا نبدلو بادويه اخرين الا خليناهم يقدر يكون عوارض جانبيه خطيره بالنسبه للمريض وبالنسبه للجراح ايضا اللي يقدر يتوفى فيها المريض يعني ضروري هذا الفحص قبل البنج يدار وتنقلبوا على بعض الحساسيات مثلا ديال المريض نقدروا نسولوه اش عندك حساسيه ديال مثلا بعض الادويه مثلا البنسلين تكون حساسيه ديال بعض المواد الغذائيه تقدر مثلا نسولوا المريض نقولوا ليه اش تدخن حنا تنعرفوا بان التدخين مثلا هو مضر للصحه ولكن خاصه بالنسبه للبنج خاصكم تعرفوا بانه كاين اربعه المرات اكثر من المشاكل عند الناس اللي تيدخنوا مقارنه مع الناس اللي ما تيدخنوش في قاعه العمليات لهذا تنصح جميع الناس يحبسوا التدخين لهذا السبب ونقدروا ندوزوا بعض الاسئله اخرين سولوا على بعض المشاكل اللي تطراو في البنج عند المريض فيتمنوا دار شي عمليه جراحيه واش طرا خدا الدم فيها واش تخنق فيها واش كان
شي مشاكل عائليه مثلا في البنج، نقدروا نسولوا المريض على هذه، وهادشي تيجعلنا باش نمشيو خصوصا باش نقلبوا المريض، نقدروا نبداو نعبروا ليه الطونسيون، نقدروا نعبروا دقات القلب حنا في هاد لا كونسلطاسيون بخي انستيزيك، نقلبوا ليه الصدر ديالو، التنفس ديالو، دقات القلب، نشوفوا ليه اش عنده شي مشاكل في الاسنان، مثلا يقدر يكون شي سنه تتحرك، خسر ردوا ليها البال باش ما تهرش وسط البنج، مين بغي نديروا ليه البنج، اش كاين اون بروتيز دونتيغ، اغلبيه الناس دابا عندهم لي بروتيز دونتيغ، وتعرفوا المشاكل باش الواحد يصوب الفوم وشحال ديال الوقت وديال المصاريف، ولهذه مهمه خاص المريض يعلم ويقول الطبيب يقول ليه راه عندي هاد السنه هادي رد ليا البال ليها باش ما يكونش مشاكل باش يكون العلاقه وطيده مع الطبيب ومع المريض ايضا. وكاين بعض الحالات اللي خصنا نقلبوا عليهم مثلا هي تنسولوا المريض مثلا اش يرد بزاف، نقدروا نسولوا المريض مثلا نقلبوا ليه الظهر ديالو، الظهر ديالو مثلا الا كنا بغينا نديرو البنج موضعي تنشوفو الظهر الا كانت شي عمليه جراحيه دارت ونسى المريض ما قالش لنا تقدر فعاود ما نديرو البنج موضعي تنديرو البنج عام. نقدروا مثلا بالنسبه ل عندنا واحد لاباري هي الالكتروكارديوغرام، نقدروا نديروا التخطيط ديال القلب اللي تيبين لنا يقدر يشخص بعض الامراض ديال القلب، هادشي في هذا الفحص اللي غنديروا مع المريض. نقدروا نستعنوا بواحد الراديو ديال الصدر حتى هو اللي يقدر يبين بعض المشاكل مثلا تعفنات رئويه، ولا شي مريض اللي عنده مشاكل تدخين ولا عنده مشاكل ديال الرئه نقدروا نكتشفوا بعض الامراض في هذا الراديو ديال الصدر. بالنسبه للتحاليل ديال الدم ما تنديروش ديما التحاليل ديال الدم، تنديروا التحاليل على حسب الحاله، إذا كانت مثلا عملية جراحية اللي تستدعي غدير لنا واحد النزيف كبير ولا عملية جراحية شوية خطيرة، نقدروا نطلبوا المريض بعض التحليلات باش نشوفوا الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، نقدروا مثلا نطلبوا التحاليل ديال التكبد ديال الدم، نقدروا نطلبوا تحاليل مثلا ديال الكيلي، نشوفوا واش الكلاوش خدامين ولا ما خدامينش، مثلا لاكرياتينين اللي تتبين في الدم اش الكلاوي مزيانين ولا ما مزيانينش، و بعض المرات ملي تيكونوا شي حاله مستعصيه نقدروا ناخذوا الخبره ديال الاختصاصيين كطبيب القلب كطبيب الرئه، نقدروا ناخذوا نستشروا مع الطبيب ديال مرض السكري اللي يقدر الى لقينا المريض شويه عيان نقدروا نكتبوا له واحد الرساله ونرسلوه عند الطبيب ونقول له الله يخليك هذا قلبنا وعنده واحد العمليه جراحيه والله يخليك راه شخصنا هذا المشكل وحاول تقادوا لنا سواء بالانسولين ويقدر يقاد ليه الدواء يقدر يعاوننا مثلا باش يدير لي واحد التشخيص بواحد ليكوغرافي ديال القلب اللي نعرفوا مزيان القلب ديالو كيفاش داير باش اش يستحمل العمليه ولا ما يستحملش العمليه ولا البنج. دونك ملي غنساليو هاد التشخيص غادي الخدمه ديالنا غتكون هي نعزلوا اش من طريقه ديال البنج غنستعملوا. السؤال الاول اللي على الذهن ديالنا هو اش هاد المريض يستحمل البنج ولا لا؟ الا ما كانش يستحمل في الحاله الراهنه ترسلوه عند اختصاصي باش يوجد لنا المريض من بعد ايام ولا اسابيع من بعد هذا باش يلا يتوجد. الا كانت العمليه تقدر الدار خاصنا نعزلوا الطريقه ديال البنج. شنو هما الطرق اللي كاينين؟ كاين طريق البنج عام اللي هي لانستيزي جينيرال، وكاين البنج الموضعي، كاين جوج من الانواع، كاين لاغاشي انستيزي الى لانستيزي بيريدورال، هذه موضعي تنديروها في الظهر ديال الشخص ولا المريض ولا المريضه، وتندقوا واحد الشوكه رقيقه، واحد الشوكه وتنديروا فيها واحد شويه ديال البنج، ونقدروا نديروا فيها واحد المواد اللي يقدروا يحيدوا الالم بعد العمليه، مثلا لامورفين تتساعد واحد 24 ساعه المريض ما يحسش بالالم ديال العمليه اللي هي مهمه. ونقدروا نشوفوا المريض كيفاش غادي يكون ونفسروا ليه شويه، نقول ليه كيفاش غادي تكون العمليه، ولكن اللي مهم في هذا الشيء هو نفسروا نطمئنوا المريض،
المريض خاصنا نطمئنو ونفسرو ليه نقول ليه اش غيطرى راه ملي غتجي غنستقبلوك غنطلعوك غنعطوك هاد الفنيده غادي ترتاح شويه وغادي نطلعوك هذا باش نهبطوك للبلوك وغنستقبلوك وهاد طريقه البن غنشدو لك العرق من هنا ونخليه اللي ضروري مؤكد هو نخليه يحط الاسئله مين تيحط لينا الاسئله جميع الاسئله لان تنعرفوا بانه جميع الناس تكون عندهم واحد المخاوف تيقول لك واش غنفيق من البنج واش غنخليه يحط الاسئله ونجاوبوا ليه على الاسئله ديالو. انا متخوفه حيت قال لي غادي ندير العمليه وما تداوري حتى ما ديري حتى شي تحاليل او تخدم القلب ولا حتى شي حاجه مع انها اول عمليه. هادي اسمع اسمع تمام. أنا بالنسبه لهاد الطب في كندا بحال الطب في المغرب حنايا الحمد لله تنتبعوا دوك سكون ابيل لي ريكومونداسيون انترناسيونال اللي كاينين في العالم واتضح بانه تحاليل ما خاصهمش يداروا دو فاسون سيستيماتيك ما خاصهمش اي واحد يدير ليه التحليلات غادي تفتح على المراره دير التحليلات وتكون حتى الفاتوره تتكون عاليه بالنسبه للمريض وتنلقاهم في اغلبيه الاحيان تلقاوها نورمال التحاليل تلقاهم نورمال والابحاث بينوا هذا الشيء ما وصلوا لهذه الطريقه باش يقول لك ما تحتاجش تحليلات يعني داروا بعض الابحاث ليقينه ومتقى بانه راه ما كاينش مشكل كور كان عندك مشكل وغيقلبك الدكتور دابا راه قلبك دكتور اختصاصي في البنج ولاحظ بانه انت شابه وما عندكش عوارض ولا امراض اللي تستاهل باش تطلبي التحليلات. تنظن هادشي اللي تنديرو حنايا في الواقع الحرفي ديالنا. تنظن يمكن داكور حنا اللي مهم عندنا بالنسبه لهذا البنج هي خاص هاد لا كونسيسيون برانيستيزيك الدور ديالها هي خاصنا نطمئنوا المريض يكون مطمئن يفو لو غاسوري. علاش تيجي تتخلع تيقول ناري عندك نفيق ولا نموت من بعد العمليه وخاصنا نفسروا ليه كل شيء نفسروا ليه ونقولوا ليه مثلا يجي ما ياكلش. المشكله اللي عندنا في حنايا بعض المرات تنلاحظوا بعض الناس تياكلوا تيفطروا وتيجي يقول لك بغي ندير العمليه جراحيه. خاص المعده تكون خاليه من العشرة الليل ديال قبل الليله ديال العمليه خاص الواحد ما ياكل حتى شي حاجه وناكدوا على هذا الشيء. الا بغى يشرب واحد ثلاثه سوايع قبل يشرب الماء ما كاين مشكل ولكن الاكل خاصو يكون منقطع واحد الاقل واحد 8 سوايع قبل من العمليه الجراحيه. تنظن بان الدكتور اللي دير لك العمليه غادي يرسلك في الموعد ديالك غيرسلك عند طبيب ديال البتش ضروري مؤكد ما عندوش الحق لان في الوقت الراهن ولا هذيك ولات لا كونسلتاسيون برانيستيزيك اوبليغاتوار ولا ان ديكري ولا واحد قانون في فرنسا مثلا منذ 1994 ولا هذا القانون تيرغم جميع المرضى اللي غيقوموا بعمليه جراحيه يشوفوا طبيب ديال البنج على الاقل 48 ساعه قبل من العمليه من غير المستعجلات. ملي تيكون الواحد عنده شي مستعجله خطيره هنا ما كاين مشكل تيشوفوا طبيب ديال البنج يشوفوا النهار ديال العمليه ولكن الا كانت شي جراحه اللي تتكون مبروغراميا هذه ضروري مؤكد خاصو في العالم كامل هادشي راه ما بقاش غير في كندا. والمهم هي لا كونسلتاسيون برانيستيزيك خاص يكون المريض يخرج مرتاح من لا كونسلتاسيون خاصنا نفسروا ليه ونبينوا ليه كل شيء خاصو يدخل عندنا نهار العمليه ويعرفنا يقولنا انت هو الدكتور اللي شفتيني ويكون مرتاح لان اغلبيه الناس تيجيو مخلوعين تيشوفوا الجراح اياه تيقول لي راه غنستأصل لك مثلا المراره ولا غندير لك عمليه ديال الكيلي حيد الكيلي
ولكن الطبيب البنجي كشافو نهار العمليه. الوغ كمني تيكون شافو قبل تيكون هذا هو الطبيب البنجي غيتكلف ليه راه في السريه. وكاينه واحد الحاجه مهمه حنايا تنديروها هي تنسلموا بعض الوثائق اللي يقدر يقراها المريض في دارو، يقدر يقراها في دارو ويجي موجد. ونقدروا كاع نفسروا ليه مثلا العمليه، واخا داكشي خدمه ديال الجراح يقدر هو اللي تيفسر، ولكن بعض المرات كاين اللي ما تيفهمش تيسولك واش العمليه شحال فيها، تنقول له العمليه هذه العمليه ديال استئصال مثلا ديال المراره تاخذ واحد نص ساعه، غادي نبنجوك في واحد ربع ساعه، من بعد الطبيب غيخدم نص ساعه، تفيق من البنج من بعد واحد ربع ساعه، يعني تاخذ واحد ساعه كامله حتى تيفيق في واحد تنسميوها حنايا لا سال دو ريفي، هي البلاصه اللي تيستيقظ فيها بنادم بلا ما يكون لا حريق لا الم لا حتى شي حاجه، ويطلع لبلاصتو مستيقظ. هذا هو المهم. اون كيستيون دو لابار دو حنان ياسر، واش البنج هو اللي كيختل في عمليه التجميل؟ البنج هي خاص تعرف واحد القضيه، البنج المشكل اللي طرا في البنج لو ريسك زيرو ما كاينش، هذه رغم في العالم رغم التطور التكنولوجي ديال التقني ديال الطب، وخا يكون الواحد اختصاصي منذ 40 سنه ولا 30 سنه، وخا يكون تري كومبيتون، لو ريسك دافواغ اون كومبليكاسيون انستيزيك ني با نول. Il n'y a pas, et on ne peut pas éliminer le risque de complications. ولكن الحمد لله مع التطور ديال الطب عندنا لي moyens de répondre à ces complications grâce. تتكون واحد اسمحوا لي الهضره الفرنسيه، ولكن تيكون بعض الماتيريو، كاين الماتيريال كاين باش تراقب دقه القلب، كاين الالات متطوره، كاين الات ديال التنفس يكونوا متطورين، وتكون عندنا مواد الادويه باش تقاوم هاد المشاكل ملي تيطراو. ولكن ماشي التجميل يعني مشكل التجميل، لان تنظن الناس تيخافوا بزاف وتيقولوا التجميل راه الواحد ما خصوش يدير التجميل، وهادشي اللي شطرا ليه ولا عاقبوا الله، هادشي ما عنده حتى علاقه بهادشي. اي عمليه تقدر تكون فيها مشاكل. واحد من كيستيون، وي واش المرض الحساسيه واش تاثروا على القلب وعلى هادشي ديال البنج؟ هذا سؤال مزيان هذا، لان الحساسيه حنا ديما تنسولوا على الحساسيه، ماشي كاع الناس عندهم الحساسيه. اللي عنده الحساسيه يعني بانه عنده واحد المرض اللي مزمن. شنو مرض مزمن؟ هي معروف فيه الحساسيه ومتبع عند الطبيب ديال الحساسيه، تكون فيه الضيقه، ملي تنقلبوه تلقاو عنده مثلا تيصفر في الصدر ديالو، وتيقول لنا بانه خديت بينيسيلين دقيتها مثلا وتخنقت وداوني الانعاش، هذا عنده مشكل ديال الحساسيه. اش نديرو حنايا؟ تنقيمو هذاك المشكل وتناخذوا الاحتياطات اللازمه. شنو هما الاحتياطات؟ هما نقدروا نرسلوا عند اختصاصي ديال الجهاز التنفسي مثلا ولا ديال الجلد، اللي يقوم بواحد التحليلات ويقوم بواحد الادويه باش يحيد هذيك الحساسيه. من تيكون الواحد مستقر الحاله الصحيه ديالو، ديك الساعه تنقدروا نقوموا بالعمليه بكل وقايه. هادشي زعما ما فيش شك. الو كيسيون دو لا بار دو كريمة اجدال، دكتور بغيت ندير شفط الدهون البطن، واش البنج موضعي ولا الشفط الموضعي؟ هذا سؤال ديال الدهون. الدهون هذه تسمى ليبوسيسيون. لا ليبوسيسيون هي تحيد الشحمه بواحد الطريقه، هذا اختصاص ديال الجراحه ديال التجميل، هما اللي تيديروا هذا الشيء. حنا بالنسبه خاص تعرفوا واحد القضيه، بالنسبه للاختصاصيين ديال البنج ضروري في هذه الحاله خاص الطبيب ديال البنج يشوف المريض قبل ويفسر ليه اش غيطرى، وغيكون واحد الحوار مع المريض، الحوار اش من طريقه تتفضل، ولكن اللي مهم هي النتيجه ديال الجراح. الا كانت واحد الشفط غيكون كثير والمده ديالو كثيره، احسن الواحد يكون مرتاح وينعس ويرتاح مع البنج عام، مقارنه مع الا كانت العمليه غدوم واحد ثلاثه السوايع،
حسن يكون البنج عام. اما الا كانت الشفط ديال الدهون غيكون قليل غيكون واحد نص ساعه ولا نقدروا نستعملوا الطريقه ديال الموضعي اللي هي لا غاشي انستيزي ولا لا انستيزي بيريدورال هذه. ولكن سي لو ميدسان انستيزيس كي شوازي ديما داك الطبيب اللي غيشوفك قبل من البنج هو اللي غيختار اش من طريقه. Alors, une autre question, Asma, j'ai accouché il y a maintenant 3 ans, j'ai eu une péridurale très douloureuse, l'anesthésie locale n'ayant pas fait effet, depuis j'ai mal au dos jusqu'à maintenant. Pourquoi et comment on peut... D'accord. بالنسبة للبيريدورال، البيريدورال هي واحد الطريقة ديال البنج الموضعي اللي تدار في الظهر واللي تستعمل فيها واحد سكون ابيل ان تروكار دو تيوري، تكون واحد تروكار شوية غليظ، ماشي ما غليظش بزاف ولكن دابا ولا رقاق، و اترافيغ سو تروكار تيدوزو واحد الكاتيتر، واحد التويو رقيق هو اللي تيدفعو فيه البنج باش الألم ما يكونش في 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 لاكوشمون فاش تكون الولاده المريض لا بارتوريونت ما تحسش بالالم في الولاده. بعض المرات تكون الحاله ديال المستعجل والحاله مثلا ديال المريضه تتكون الظهر ديالها مثلا شويه مشحم شويه ولا تكون بعض تتكون واحد الاحساس بعض المرات ولكن تتمشي مع الوقت هادشي تيمشي. المهم هي العمليه متى تدوز مزيان خاص كاين الادويه كاين كاع الاختصاصيين زعما ديال المفاصل وداك الشيء تيقوموا بهذا الدواء. Alors, واحد نوتر بيرسون انستيزي بور انلفي لي دون دو ساجيس كومون سا سباس؟ وي بارفوا حنا عندنا هذه القضيه ديال لي دون دو ساجيس حنايا لي شيروجيان دونتيس يخدموا في الكابيني دونتير تخدموا في كابيني دونتير كون تي ساجي دون دون سامبل. بارفوا لي دون دو ساجيس معروفه بهم هما تيكونوا مغرسين في الفم بزاف وتيكون المريض تيكون مخلوع بزاف على حسب الطبيب الاختصاصي ديال الاسنان. كاين اللي تيفضل باش يكون واحد الراحه ديال المريض لا سيما الا كان عنده اكثر من جوج ولا ثلاثه ديال لي دون دو ساجيس تيفضل تيبروبوزي يقول للمريض يدار تحت البنج عام اللي تيكون ما فيهش مشكل تقدر ديرو بيكون بكل ارتياحيه. En fait, la dame vient de poser une autre question. Je dois enlever les 4 dans deux salles à l'hôpital à Lyon. Ah? À Lyon. À Lyon, oui. هي هذه بطريقه ما يمكنش دار في كابيني دونتير حسن ديرها في دون كلينيك افيك ان انستيزيست وتكون الراحة تدوز مزيان العملية تدوز واحد نص ساعة ولا هذا ويكون أدوية يقدر يدوز لها بعض الأدوية ديال الألم اللي في السيروم يوقي لها الألم وتدوز وتخرج تقدر تخرج لو ميم جور ماشي مشكل. بالنسبه انا داكوغ هذه الم واخا هكاك ماشي الم كبير حيت حنايا اللي يخلعنا حنايا بزاف هي بعض المرات هي تتكون سكون ابيل دي ميغرين دي سيفالي بوست غاشي مثلا تيكون واحد مثل دير بيريدورال تيجي واحد الالم ديال الراس فظيع جدا هذا تيستدعي الواحد ينعس في المستشفى وتستدعي كاع نديرو شي مواد نقدروا نديروا واحد لا تكنيك ديال تيديرها الطبيب الاختصاصي سميتها بلوت باتش تنديروا الدم ديال المريض تندوزو ليه باش نسدو تتكون واحد الثقبه في لا دورمير واحد لا مومبران بين لا موالي بينيير و دونك هادي تتستدعي هادي اللي خطير. اما هاد لا دولور اللي تتبقى ريزيدوال كاين جميع الطرق مثلا ديال الكيني كاين لا سوفرولوجي كاين المواد ديال الادويه اللي تقدر تدير شويه الرياضه شويه ديال زعما كاين طرق باش ديال العلاج ديال هاد النوع ديال المشاكل. واش الحساسيه هي اخطر حاجه في العمل في الانستيزي؟ الحساسيه الا ما كانتش معروفه
حنا ملي تنكونوا المريض تيقول لك راه عندي الحساسيه تنوجدوا عليها وتنعطيو الادويه وتنقادوه. ولكن اللي تيخطر اللي اخطر حاجه هو يجينا المريض واكل واكل وما يقولهاش لينا. مثلا في شهر رمضان الكريم تنلاحظوا بانه الناس مثلا كاين اللي باغي عنده شي عمليه جراحيه في رمضان تيجي تيتسحر مزيان وتيجي تيقول لك بغي ندير العمليه. خاصنا نسولو ونعاود نسولو واش تسحرتي، تنتاكدوا بانه راه ما تسحرش عاد تنقوم بعمليه. الا لقينا تسحر تنقول له الله يخليك راه ما غنديروش العمليه مع الثمانيه، اصبر معنا غنديروا لها حتى 12 ولا 11. لان الا كان الواحد واكل، حيت حنايا تنديروا البنج عام، الا درنا البنج عام يقدر يرد في الرئه ديالو، ولا رد في الرئه ديالو هذا مشكل خطير يستدعي تنفس اصطناعي ونعس في الانعاش مده يومين ولا ثلاث ايام، وهذا تيشكل خطر بالنسبه للعمليه الجراحيه اللي الواحد جاي باغي يفتح على شي حاجه صغيره يولي مشكل من بعد خطير. كلمه اجدل لي كومبليكاسيون دو كومبليكاسيون دو راشي دو لاغاشي انستيزي لي كومبليكاسيون دو لاغاشي انستيزي اكتويلمون avec les données de la littérature scientifique et le développement technologique, ولاو هاد الشوكات اللي تدار بهم هاد لاغاشي انستيزي رقاق رقاق بزاف بحال الشعره، ولو بو ديالهم خفيف دغيا تيدخل وتيخرج ما تيخليش واحد الاثار، وكاع المرضى ما تيحسوش. بعض المرضى اللي تنديروا لهم هاد لاغاشي انستيزي تنفسروا لهم ونوجدوهم، مي تنديروا لهم هذيك لاغاشي تنقول لهم حسيتي، تقول لك لا ما حسيتش. الحمد لله مين تيكون واحد كما قلت لك لا بريباراسيون، يفو راسوري لو باسيون لو اكسبليكي وتقول ليه ما تخافش راه هادي راه غندير لك، والحمد لله سا سباس تري تري بيان. لاغاشي انستيزي سي اون تري بون تكنيك انستيزيك. ولكن باقي تتنفس دابا راه عطاتني انا السؤال. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. خاصنا كيفاش التنفس يعني من بعد العمليه كان شي مشكل ونعسات في الانعاش ولا ما خصني نعرف؟ انا با بريسيزي التنفس. حنايا تنعرفوا بانه اللي مهم من بعد العمليه الجراحيه ضروري يدوز المريض يدوز واحد القاعه تتسمى قاعه استيقاظ. هاد القاعه استيقاظ يعني المريض من قاعه العمليات ما خصوش يطلع لبلاصتو ديريكتومون، خاصو قاعه استيقاظ تنتاكدوا بانه فاق وتنديروا شي ماتيريال باش نعبروا التنفس ديالو التونسيون ديالو، ما كاين لا الم لا والو، دقه القلب مزيانين، ويهضر معنا المريض يكون مستيقظ. تتسمى سال دو غيفي يعني خاصو يكون مستيقظ، تيستيقظ واحد ربع ساعه حتى نص ساعه عاد نقدروا نطلعوه لبلاصتو باش يهضر مع العائله ديالو ويرتاح. Alors, en fait, c'est la même personne qui a accouché, en fait, qui a demandé, qui a, mal. Qui a posé la question sur le rachis. La rachis. Elle a accouché 4 fois par césarienne. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de risque. 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 La dernière question, en fait, elle est comme une culture. En fait, elle est encore vivante. Amélia. En fait, le mouchki de Tienfos, elle est à Amélia. مشكل التنفس، هذاك المشكل ديال التنفس اثناء العمليه نقدروا الا شكيت في هادشي اللي قالتيه سكون ابيل ان برونكوسبازم بيغ اوبيراتوار. برونكوسبازم هي مثلا يقدر الرئه ولا الجعبي ديال الري تزيرو تيتزيرو، والحمد لله عندنا الماتيريال، عندنا سكون ابيل المونيتوراج، يعني في قاعه العمليات الواحد ملي تينعس راه ماشي تينعس وصافي، تينعس ولكن تنراقبوا ليه دقه القلب، تنراقبوا ليه التونسيون ديالو، تنراقبوا ليه التنفس ديالو، وتنشوفوا كيفاش يتنفس. الا لاحظنا بان التنفس ناقص تنديتيكتيو هادشي بكري، وعندنا الادويه ديالنا اللي تنستعملوا باش يوسعوا الجعابي ديال الريه وباش نعسوا المريض مزيان، وهذه المرحله تتفوت تتولي كل شيء مزيان. ولا بروف هي دابا تتحط لنا الاسئله الحمد لله. l'anesthésie, le réveil possible, ولكن c'est très rare. علاش؟ باسكو الحمد لله هاد المواد اللي ولاو ديسبونيبل عندنا دابا، المواد سون سور، وشنو المهم في هادشي كامل؟ هو تيبقاو في الدات واحد المده وتيخليو الجراح يفتح
بلا الم، بلا ما يحس المريض لا الم لا والو. وكاين دابا جوج انواع تاع الادويه ديال البنج، كاين البنج اللي تدوز في السيروم في العرق، وكاين البنج اللي تيتنفس انالاتوار انانيسيزي انالاتوار. هاد لافونتاج ديال الانيسي انالاتوار تيخلي الواحد ينعس مزيان، وغير تسالي العمليه تنحبسوا كلشي عاد تسالي العمليه ويقدر يفيق ديك الساعه. المريض يقدر ما يبقاش عنده واحد المشاكل من بعد ديال التنفس. D'accord. Les effets secondaires de la péridurale. La péridurale, comme je l'ai dit tout à l'heure, la péridurale, elle expose parfois, quand il y a des difficultés, à une brèche de la dure-mère. La dure-mère qui est perforée. La dure-mère, c'est une membrane donc, qui protège la moelle épinière et où il y a issu de liquide céphalorachidien. Avec le liquide, avec le petit trou qui sort, il va créer un déséquilibre entre le cerveau et la dure-mère, l'espace dural, péridural, et il y aura une fuite de liquide céphalorachidien qui va entraîner des migraines qui peuvent apparaître dans les 2 ou 3 jours après l'intervention. C'est loin de l'intervention, c'est des migraines insupportables, donc il faudra consulter le médecin anesthésiste, revenir le voir, et il va s'occuper de vous, soit en traitant grâce à des médicaments, à des antalgiques, comme le paracétamol par exemple. Si ça ne marche pas, on peut utiliser ce qu'on appelle le blood patch. C'est le sang du patient qu'on va injecter à travers une autre péridurale, qu'on va refaire la péridurale pour colmater cette brèche, et les migraines disparaissent automatiquement. Je vous remercie de votre invitation.